تزرعيها الاسبوع تزرعيها البدن الكلي تجاه رجل سياسي هي الانتخابات. بطبيعة الوصول الى السلطه تجي عبر الانتخابات. وبالتالي في المسار هذايا على حكايه الهيئه العليا المستقله للانتخابات صارت العقبه الاولى والثانيه والثالثه وجاوا في الاخر بكل ونقحوا قانون. في القانون هذايا كي نقحوه يجيو مثلا الباب الطعون باش الناس تفهم شنو معناتها باب الطعون، معناتها صارت لك حاجه انت ريت فيها مثلا معناتها حاجه مش صحيحه تحب تشكي حقك. وهذا موجود في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللي تونس مسارت عليه ومساحته في سنوات السبعين. ايش يقول؟ الناس جميعا سواء، الناس جميعا سواء امام القضاء. انت معناتها ومن حق كل فرد ان يعطى من الوقت ومن التسهيلات، من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه للاتصال بمحامي الدفاع الى اخره الى اخره. وقت اللي نجي تعرف معناتها تلمت الناس هذه في وسط اللجنه هذه في وسط المجلس باش تصادق على التنقيح هذا ايش ردوا فيه باب الطعون؟ كان قبل ثلاثة ايام وبعد ردوا نهارين، توا ردوا نهار 24 ساعه 24 ساعه اخرج القائمه خرجت يوم 30 ديسمبر مع 8:30 ولا 9 نتاع الليل معناتها توفى ال 24 ساعة نهار 31 ديسمبر، الناس الكل تعرف شو معناتها 31 ديسمبر مع 8:30 ولا 9 نتاع الليل، ويلزمك تاخذ محامي رد التعقيب وعدل منفذ إلى آخره وتمشي للمجلس وتحط الواحد وكذا وكذا. هذايا الحق الأولاني اللي فيه انتهاك واضح للحقوق الاجتماعية المدنية إلى آخره، فما حق ثاني اللي وقع انتهاكه بمقتضى القانون هذايا اللي هو حق المواطنة معناتها كي مواطن عادي ولا مجتمع مدني، بما انه جاء في القانون هذا قال لك لا يا سيدي ما عندكش الحق انت تقدم لك قضيه، لك شكونك انت مجتمع مدني؟ انت برا قال المجتمع المدني بلاش ماشي بالك في الديمقراطيه، نحن برا خذ الدور امشي شوف لو ابا خلينا نكتبوا في الحقوق والحريات المجتمع المدني موجود ويعطيه الصح. خلينا كمان حاجه اخرى، والحق الثاني والحق الثالث اللي وقع انتهاكه اللي هي حق المراه في التناصف، مشاء تنحى الى ديسباريو. خلينا نزيد مزيد اكثر من هكا، معاملو ليست توا قائمه فيها 377 واحد ولا هما اللي حكينا عليهم 377 باش يصوت عليهم المجلس باش يخرج منهم تسعه. ماناش ندخلوا في التفاصيل كيفاش، خاطر تو نقول لك كيفاش الليستة حاضره وعندنا حتى الاسامي نتاع التسعه اللي في الهيئه العليا المستقله للانتخابات المقبله، عندنا اساميهم التسعه لهنا وكان يطلعوا ماهوش هما نتقابلوا نزيدوا نحكيو في البلاتو هذا. باش نتقابلوا الجمعه الجايه سي معز، انا من توا جو فولونس لانفيتاسيون باش تكون بحذانا الجمعه الجايه جوست معناتها اون ديرنيير بريسيزيون ونحكيو ونرجعوا على ليزي على خاطر باش نعطي كلمه الختام. سامحني ميم با 30 سكوند حاجه برك، مثلا نعطيك مثال، اصلا في شروط الترشح يجي ويقول لك معناتها ممنوع عدم تحمل اي مسؤوليه صلب الحكومه تقدم روحك والا تقلد منصب والي او كاتب عام كذا كذا كذا. اثنين هذوما نلقاهم في القائمه، نلقاهم. تحب نعطيك الاسامي؟ ترى عطيهم لنا نلقاهم كيما بار اكزومبل عندنا في يعني لقينا عندنا هوني في القائمه هذه والي ونلقاو كاتب الدوله في وزارة الخارجية اللي وقع ابعادها في المرحلة الأولى على أساس الجملة هذه من النص القانوني، نعود نلقاوها موجودة في القضاة العدليين. ونلقاو أيضا وهذا أكثر خطورة، نلقاو والي. والي يحمل خطته توا في الوقت الحاضر، كان في جندوبة ومن بعد توزر ومن بعد توا في صفاقس حاليا، وحتى أصلا شكينا قلنا لا مستحيل فما غلطة من غلطة يا رسول الله مستحيل، يا أخي نلقاو حتى تاريخ الميلاد هو نفسه. شنو معناتها؟ علاش قلت لك اختير هذه؟ على خاطر هي الهيئه العليا شنو علاش عملناها الهيئه العليا المستقله للانتخابات باش تمشي الانتخابات من تحت طاية وزاره الداخليه وتولي فعلا هي المستقله. انا جو لونس لانفيتاسيون